غير فالحة للطلاب، خطر على حياة الطلاب من 3 سنوات الكلام هذا. الكلاب الضالة يعني والبعيد عنك والحيوانات وهذه كلها تكون بظلة المدرسة، ويشرب من نفس المشارب اللي يشربوا منها الطلاب. فرج هون، فرج هذا الشمع، هذا الشمع، هاي الشمع جابوا معجونة التربية اللي تبين عندنا انه المدرسة صار فيها هبوط، صار فيها تشققات، صار فيها يعني صاروا يحطوا أعمدة من قدام يلزموها كأنك حاط بخيمة والله بيت شعر، وهي موجودة واضحة للعيان. يعني المدراء المتعاقبين، مدراء التربية بما فيهم اللي هو أمين عام وزارة التربية والتعليم الحالي كان مدير تربية، وكتب فيها أنا غير صالحة للطلاب، خطر على حياة الطلاب من 3 سنوات الكلام هذا، ولا يزال على الحال نفسه. هاي المدرسة ما فيش عليها سور، لا عليها سور ولا عليها أي شيء، وبالإضافة إلى كيبلات الكهرباء من المدرسة الشرقية للمدرسة الغربية ممدودة أرضي، يعني حافرين لها بالأرض ومادينها، ما في أعمدة كهرباء، بالإضافة إلى أن المنطقة مكشوفة، يعني ما في عليها لا سور ولا عليها أي شيء، والطالب من يطلع من المدرسة على طول للشارع الرئيسي ممكن يصير عليها، بالإضافة إلى الكلاب الضالة يعني والبعيد عنك والحيوانات وهذه كلها تكون بظلة المدرسة، ويشرب من نفس المشارب اللي يشربوا منها الطلاب، يعني بعيد عنك الكلب يشرب من نفس المشرب اللي يشرب منه الطالب.